تواصل مصر جهودها المكثفة في تجهيز وإرسال عدد من المساعدات الإنسانية الموجهة للأشقاء الفلسطينيين داخل قطاع غزة من بوابة معبر رفح المصري متجهة لمنفذ كرم أبو سالم. يأتي ذلك فيما تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي إجراءاتها التعسفية التي تحول دون إدخال أكبر عدد من هذه المساعدات. المزيد من التفاصيل مع الزميل محمد الخطيب مراسل التلفزيون المصري. نعم مشاهدينا الكرام، نقف الآن معكم من أمام معبر رفح البري، هذا المعبر الذي يعتبر الشريان الحيوي لدخول المساعدات للأشقاء الفلسطينيين. اليوم رصدنا عبور 31 شاحنة هدية الشاحنات عبرت من معبر رفح إلى كرم أبو سالم، وبالفعل كما علمنا أنها قد فرغت حمولتها وعادت إلى الأراضي المصرية مرة أخرى. نتحدث عن 20 شاحنة للمواد الغذائية والإغاثية ومستلزمات الخيام وغيرها من المستلزمات الإنسانية أيضا، ونتحدث عن 11 شاحنة من المواد البترولية سواء كانت سولار أو غاز طبيعي عبرت من المعبر وبالفعل فرغت حمولتها وعادت مرة أخرى. الآن ونحن معكم نسمع صوت الطائرة التي تسمى صوت الطائرة الزنانة، هذه الطائرة التي تحوم في الجانب الآخر أو الجانب الفلسطيني من معبر رفح، والتي هي طائرة يعتبروها اللاجئين هي طائرة انذار شؤم، لأنها عندما تحلق في الهواء فهي تقوم بمسح للأماكن التي سوف ربما يكون هناك بها قصف جوي من قوات الاحتلال الإسرائيلي. أعود مرة أخرى معكم لي بشأن المواد الغذائية والمساعدات الإنسانية، نؤكد أن هذه المساعدات هي تأتي في إطار الجهود المصرية الكبيرة من أجل إنقاذ أشقاء الفلسطينيين ووقف نزيف الدماء ويعني حالة الطوارئ التي يمر بها قطاع غزة، سواء كان من نقص في المواد البترولية وانهيار للمنظومة الصحية بالكامل. نتحدث هنا عن خروج 100 مستشفى ومركز صحي من الخدمة في قطاع غزة، بالتأكيد كارثة إنسانية كبيرة حذرت منها جميع المنظمات الحقوقية والمنظمات الإنسانية، ومنها منظمة غوث وتشغيل اللاجئين الأونروا، من أن تفاقم هذه الأمور سوف يؤدي إلى كوارث إنسانية فضلا عن الكوارث التي موجودة بالفعل في قطاع غزة. هناك العديد عدد قليل من المستشفيات الآن لا تستوعب أعداد الشهداء وأعداد المصابين من الفلسطينيين. هذا هو المشهد لدينا من معبر رفح الآن، وأعود إليكم مرة أخرى في الاستوديو.